أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في دولة الإمارات، نقدم لكم هذه النشرة الجوية الخاصة التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الغبارية المتوقعة للدولة خلال الساعات القادمة، حيث وخلال الساعات القادمة يتوقع أن يتمركز منخفض جوي سطحي في شرق المملكة العربية السعودية، سيعمل على النشاط في سرعة الرياح الجنوبية خاصة خلال ساعات ظهيرة يوم غد الأحد، حيث يتعمق هذا المنخفض الجوي بشكل إضافي، وبالتالي تنشط الرياح أيضا بشكل إضافي، يكون مصدرها منطقة الربع الخالي، وبالتالي يكون مصدرها منطقة رملية تحمل معها كميات كبيرة من الغبار نحو الدولة خلال نهار يوم غد الأحد بحول الله. وبالتالي يوم غد الأحد يتوقع أن يكون الطقس مغبر بشكل لافت، أيضا هناك فرصة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في عموم المنطقة، أيضا تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وبالتالي ينبه الإخوة الذين يعانون من الأمراض التنفسية وأيضا أمراض العيون بأخذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف الجوية. يتوقع أن تخف حدة الأجواء الغبارية خلال ساعات يوم الاثنين مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي وسيطرة لمرتفع جوي في عموم منطقة الخليج العربي وشمال الجزيرة العربية، وبالتالي تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خلال ساعات يوم الاثنين بحول الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى بداية أسبوع موفقة للجميع وإلى اللقاء.